بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للعزباء. فإذا رأت البنت العزباء أنها تقوم بخلع الضرس في المنام، فإن هذا يدل على مرورها بمرحلة عصيبة من الفشل في الحياة العلمية والعملية، وشعورها بحالة من الإحباط أو اليأس والتردد والحيرة التي تنتابها في اتخاذ العديد من القرارات المصيرية في حياتها، وعدم القدرة على إيجاد حلول لهذا الأمر. وإن شاهدت أن كل أسنانها تخلع بالكامل في المنام، فهذا يدل على تعرضها لصدمة كبرى والإحساس بالحزن الكبير بفعل تعرضها للمكر والخداع من أقرب المقربين منها، أو قيام خطيبها أو حبيبها بخيانتها، الأمر الذي يتسبب في حالة نفسية سيئة تسيطر عليها في حياتها. وإن وجدت أن الأسنان في المنام وهي الأمامية تسقط منها، فذلك يدل على مرورها بفترة من المشاكل أو الخلافات أو المشاحنات فيما بينها وبين أصدقائها، وسرعان ما سوف يتم حلها. وكما تدل هذه الرؤية على انشغال تفكيرها وعقلها في الشريك المستقبلي. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.